لو عندنا صورة وعايزين نمسح الخلفية بطريقة سهلة جدا مش هنعملها يا واد بالطريقة الغلط دي. أول حاجة هدوس على الأستيكة واختار تاني واحدة، تبدأ تظبط الإعدادات زي ما هي باينة قدامك كده. هنخليها أول واحدة وكل النسب زي ما هي 55. هبدأ إن أكبر البراش وهمسح وهتحرك على الشعر عادي، هو هيفهم وهيحاكي اللون وهيمسحه لوحده. حرفيا الطريقة دي هتفيدك وهتقلل عليك وقت كتير جدا، بس ما تنساش الفولو.